في عرضون بشكل خاص جدا لإنسان من دهور الشوي حمل اسم لبنان للعالم. قبل ما نفوت على الجينيس وورلد ريكورد، فهو اسم دهور الشوي لبنان بالعالم الفنان العالمي الأستاذ سامي كلارك. الأستاذ طلال عمر اللي إجا من لندن من الجينيس وورلد ريكوردز، اللي أصر أنه يعدكم صف وصف وصف لحتى وصل لآخر الساحة. الله يبشركم بالخير. ورغم أنه البعض الكبير منكم على الأرصفة ما فات على الساحة ما احتسبهم، عم يعطينا رقم ما كتير أنا مبسوط فيه، وما بعرف إذا كسرنا الوورلد ريكورد. شو بتقولوا؟ كسرناها أو ما كسرناها؟ أنا خلينا نرجع شوي لورا بليز قد ما فينا. نرجع 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 نرجع. القلوب عم بتدق وكلنا محمسين نعرف النتيجة. معنا أساتذة كبير، أساتذة كبيرة، من الأستاذ إلي شويري للأستاذ توني كيوان لصاحبنا حبيبنا هشام الحاج. نضال زين جديد، بطلت جديد هلا خلاص. وسامي كلارك واهل دور الشوير الفنان العالمي سامي كلارك وملكه ملكات الجمال كريستينا صوايا، وبدها تغني، عم تغني معنا اليوم. كيف لكن بس بس ما بنعرف بعد اذا ربحنا ولا ما ربحنا. وساندرا وسامي كلارك جونيور كمان. هلا خير عليكم جميعا، بالنيابه عن جنس الارقام القياسيه جدا سعيد لوجودي معكم في ظهور الشوير لتسجيل رقم قياسي جديد لأكبر دفعة العالم. بس لو سمحتوا هدوء شوي لنقدر نسمع النتيجة. الرقم القياسي السابق تم تسجيله في كندا وكان 4475 شخص. اليوم في ظهور الشوير لدينا 5050 شخص.
بسم الله عليكم طير العال. بسم الله عليكم. بوجودكم وبوجود فنانيننا قدرنا نكسر الرقم القياسي بالعالم لأصغر خط دبكة ببلدة دهور الشوير، بلدة الحق والخير والجمال، يلي اليوم جامعة كل لبنان، القلب النابض تبع لبنان من كل المناطق، من كل البلدات ومن كل المحافظات. أهلا وسهلا فيكم وألف مبروك للبنان. رح نطلب من الفنانين يلي اخذوا مفتاح دور شوير واخذوا مفتاح لبنان واخذوا قلوبنا ينتظروا من شان تقديم
عربون شكر ومحبة من رئيس البلدية الأستاذ الباس مصعب. عربون شكر وتقدير. اليوم اللبناني للتوعية دور الشوير لأنه ما شاركتوا معنا بكسر ريكورد للجينيس وورلد ريكورد، بس شاركتوا معنا بحملة توعية مهمة وهي لا للمخدرات، لا للسرعة ولا للتدخين، ونعم للحياة. نتأمل أنه كل سنة تتجدد الأنشطة بكل الأراضي اللبنانية، ومنحب نشكركم ونقدم لكم هالدروعة من دهور الشوير، بلدة الحق والخير والجمال. بداية رح نمشي بالدور، ما تواخذونا أستاذ حج. اليوم كان معنا مشاركة مزدوجة من بيت الحج، شيف أنطوان الحج كسر الرقم الأساسي وانت شاركت معنا اليوم. هشام تاكي حبيبي. أستاذ إلي شويري اللي بتحمل اسم عائلة الشوير، الله يخليك. والأستاذ طوني كيوان، يعني ما عم نمل عن الراديو نحن نسمع أغانيك، الله يخليك بهالهمة ويخليك فخر للبنان. كريستينا سوايا عيونا، يا دخل الله أنا على عيونا، شو بكم؟ والست الحلوة العظيمة ساندرا حبيقة كلارك وسامي جونيور كلارك، شكرا لكم لمشاركتكم. رجع رجع يتعمر، رجع لبنان، رجع يتحمل واكتر واكتر، رجع رجع يتعمر، رجع لبنان، رجع يتحمل واكتر واكتر. هلا يابا هلا يابا رجع لبنان،
راجع لبنان، راجع راجع لبنان.